السلام عليكم، كيفكم شباب؟ ان شاء الله بخير. واليوم رجعنا لكم مقطع جديد وبلعبه تراكرز اوف اوروبا 3. وطبعا يا جماعه مثل ما قلنا لكم بفيديو سابق انه رح نعمل سلسله جديده ورح تكون اسمها شاحنات المتابعين. طبعا يا جماعه قلت لكم انه بعتوا لي صور ومقاطع هيك تصاميمكم الحلوه على الديسكورد الموجود في صندوق الوصف. طبعا قلت لكم انه بس من دخلتوا على صندوق الوصف بتلاقوا الرابط تبع الديسكورد، بتعملوا لي متابعه وبعدين بتروحوا على قائمه الرومات. في رومات طبعا بتلاقوا روم اسمها اوروبي 3 شاحنات المتابعين، بتبعتوا لي هنيك صوركم، بتبعتوا لي التصاميم تبعتكم وبكتبوا لي اسم وين وين عم تتابعوني. طبعا اذا حبيتوا هذه السلسله ان شاء الله ما بنقصر معكم، رح نطول فيها يعني لوقت ما تملوا ونشوف، يعني كل فتره وفتره رح نعمل عليها مقطع. فلذلك يا جماعه الخير قبل ما ابدا المقطع، صلى على رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام، ولا تنسونا من لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس لتوصلكم كل جديد، وبترككم مع المقطع ومشاهده ممتعه. طبعا يا جماعة في عنا أول شخص واللي هو اسمه محمد من العراق. تحياتنا لأهل العراق وحبايبنا والله. طبعا مثل ما شايفين قدامكم معنا شاحنة الإسكانيا، حيطت عليها الحمولة الكبيرة اللي هي مثل يعني خزان كبير الله العليم. طبعا تصميم الشاحنة حلو صراحة، بس يعني شو بدي أقول لكم، الدقة تبعت الصورة لو كان معدل عليها مظبطة أو مقرب التصوير يعني لعند الشاحنة بيكون أفضل، بيكون بيعطيك صورة واضحة أكثر وكواليتي أعلى. فمثل ما شايفين هاي هي شاحنته لمحمد. طبعا الصورة هي كتير حلوة صراحة. شكرا كتير لك لمشاركتك معنا، واعطوني رأيكم في التعليقات إذا حبيتوا الشكل ولا لا. بالنسبة للشخص الثاني يا جماعة الخير واللي هو مرحبا، الاسم سعيد، البلد مصر. تحياتنا لك يا سعيد ولأهل مصر حبايبنا والله. طبعا معنا سيارة واحدة فقط واللي هي كمان شاحنة اسكانيا. مثل ما شايفين قدامكم صراحة الوقفة حلوة كتير، يعني اخذ عليها هي التريلا صايرة هيك كتير حلوة صراحة، ومختار الشاصية تبع الستة ضرب أربعة مثل ما شايفين الستة دواليب. فمثل ما شايفين السكن، بس حسيت لكم انه فيه شوية خربطة ولا هو هيك بكون لونه ما بعرف صراحة، بس لو كان هيك تختار في سكنات بيعطوك الشبك الأمامي بشكل يعني بيكون متناسق مع اللون كامل، عرفتوا كيف؟ فاختاروا سكنات تكون مثلا يزبط لك الشبك الامامي، لاني بتقدر بهي اللعبه انك تعدل على الشبك بدون ما تعدل على الشكل او الجانبيه الشاحنه، عرفتوا كيف؟ فبيعطيك وضع كتير حلو. مثل ما شايفين الالوان صايره لون ابيض مع لون بني ومع لون الدواليب احمر على ازرق على فضي، يعني شويه هيك تشكيلات حلوه لا باس فيها. شكرا كتير لك لمشاركتك معنا، واعطونا رايكم في التعليقات، وتحياتي لك يا سعيد ولاهل مصر حبايبنا. وهلا يا جماعه جينا للشخص الثالث واللي هو ايمن من المغرب. تحياتنا لاهل المغرب حبايبنا والله. طبعا معنا شاحنه واحده مثل ما شايفين واللي هي شاحنه المان يا جماعه الخير. طبعا شاحنه المان صراحه بيزبط عليها كتير كتير تعديلات وتظبيطات من ناحيه السكنات. طبعا الاسفل في عنا اللون هذا الشريط الاصفر والاسود، اصفر واسود، فهي الشاحنه صراحه بيلبق لها هيك شيء، فتصميمها كتير حلو صراحة. ايش ما صممت عليها لهي الشاحنة وحطيت لها هدول الملصقات الموجودة في الاسفل تطلع عليها طول حلوة، يعني على عكس باقي الشاحنات التانية. انا بيعجبني هذا الشيء، يعني وضع كتير حلو صراحة. شكرا كتير لك وتحياتي لك، وبنرجع ان شاء الله بالايام القادمة بترجع بتبعت لنا صور تانية وان شاء الله بنعمل عليهم استعراض تاني. طبعا يا جماعة مثل ما شايفين معنا اليوم كمان حمودي، الاسم احمد، البلد العراق. تحياتنا لك يا غالي. طبعا معه شاحنه كتير فخمه واللي هي الاسكانيا كمان، بس في نقص واحد واللي هو مثل ما شايف هون في عندك بالشبك الامامي بامكانك تحط سكن فقط يحط لك اسم الشاحنه، وفي عندك ملصق بيكون هيك عند شبك الشاحنه او من تحت بيكون في هيك مثل رقم R440 R500 وهل هو. طبعا بيطلع لك الوضع كتير فخم صراحة، عجبني كتير كواليتي الصورة، يعني يعطيك كتير وضوح، يعطيك كتير هيك
فخامه وصراحه كثير حلوه. بالنسبه لكم انا بحس كاني بتحبوا الشخصيه اللي هي 6 ضرب 4 اكثر من 4 ضرب 2. انا صراحه بحب تكون شاحنه هيك قصيره ما تكون طويله كثير، لاني هيك بحسها دلشة كثير يعني. لأما طويله طويله واللي هي 8 ضرب 4 او 4 ضرب 2 وخالص، حاجه انا هيك برايي. تصميمها كثير حلو بنفس الوقت يعني مختار مختار التريلا تكون لونها حمراء على مبدا الشاحنه. طبعا شكرا لك وتحياتي لك. طيب ننزل لتحت، في عنا حسين البلد اليمن، تحياتنا لأهل اليمن السعيد، الله يسعدكم جميعا. مثل ما شايفين قدامكم كمان معه شاحنة السكانيا، وشوفوا على الفخامة، اخذ لك تركسين ورايح فيهم على المنجم. طبعا مثل ما شايفين قدامكم في عنا هون على واجهة الشاحنة مختار سكن اللي هو الاسم، مثل ما شايفين حط لك سكانيا سوبر، ويعني حط لك كم ملصق وما ملصق. صراحة أنا بيعجبني شكل الشاحنة إذا كان مو معجق كتير، يعني يكون في عليها ملصقات كتير وكذا، فبتروح شكل الشاحنة بتروح هيبة الشاحنة، عرفتوا كيف؟ فهون الوضع كتير حلو صراحة. تطلق الجنوطة باللون الأسود أو اللون الرصاصي الغامق، فالشكل كتير كتير حلو. شكرا كتير لك، عاشت إيدك، وإن شاء الله بنستناك في التصاميم الثانية. في عنا حسين كمان عنده، في عنده أكثر من شاحنة. طيب في عنده شاحنة الإسكانيا هون، اتفرج يا حبيبي على المنظر الفخم، عن جد منظر فخم. تفرج عندك هون من فوق حيطط لك الإضاءة كلها باللون الأبيض، والسكن عن جد كتير فخم مثل ما شايفين قدامكم. الجنوطة أنا بيعجبوني هذا التصميم تبع الجنط كتير حلو، إنه بيعطيك أحمر على فضي، وبالنسبة للإضاءة الموجودة في الأسفل حيطلع لك الحديد أو هذا القفص الموجود في الأسفل حيطلع لك باللون الأحمر، مناسق كتير للون الشاحنة، صايرة هيك الشاحنة بتحسها واطية كتير على الأرض، فتصميم كتير كتير خرافي. شكرا كتير لك، والسكن عن جد حلو كمان. في عنا شاحنة تاني كمان مثل ما شايفين، كمان السكانيا هي على ما أظن 2013، يمكن 2013، فتفرج على الشكل ما أفخمه صراحة. شكرا كثير لك، يعطيك ألف عافية. ونروح للمتسابق اللي بعده أو المشترك اللي بعده، واللي هو لحظة لنشوف، محمد بس مو كتب لنا من وين هو عم يتابعنا. تحياتي لك يا محمد، كتب لنا من وين عم يتابعنا. طبعا أوه تفرج على التصميم الفخم، هذا تصميم فخم صراحة. شوفوا شلون هيك الألوان زاهية، لون البنفسجي مع اللون الأبيض بيلبق للإسكانيا هيك الألوان على فكرة. مثل ما شايفين الشبك الأمامي والله مزبطه تظبيطه كتير كتير حلوة. حطلك علامات الإسكانيا، عن جد شي فخم. النمرة شو هي النمرة؟ النمرة ما عرفت شو مكتوب بالضبط. THAAL THA 1999، حلو كتير. شكرا لك يا حمودي يا محمد. ونشوف السيارة اللي بعد، عنده أكثر من سيارة هذا. طبعا تفرج هون يا حبيبي، الشكل الأمامي تبع الشاحنة هون حيطلق تبع في هيك مثل غطا فوق الدولاب الأمامي، شايفينه هذا عامله باللون الأسود، تعطيك شكل كتير حلو صراحة. والتريلا هي كتير حلوة، أنا بتعجبني هاي التريلا إنه على شاحنة السكانيا أيام بيعطوك لون، مثلا بكون أنت حاطط لون شاحنة لون أسود وبيعطوك تريلا لون أسود هيك بالصدفة، فبتطلع كتير فخمة صراحة كتير حلوة. بس ما حاطط نمرة هون، يمكن نسيانا. في عندك هون ستريم لاين، حلو يا عيني، شوفوا التناسق من الأعلى. بالنسبة للوان الإضاءة لونه ابيض، بس بامكانك تحط الشبك كمان لونه ابيض، بيطلع الوضع بيطلع فخم فخم، او بتحطه لون اسود 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 غامق، عرفتوا كيف؟ بيطلع الوضع كتير حلو. مثل ما شايفين هون في عنا صوره ثانيه كمان شيء فخم، مثل ما شايفين حيطه الشاصيه الاطول من 6 ضرب 4، هذيك بتجي اطول بتحسها الشاصيه تبعت الملحقه مدري شو. فمثل ما شفتوا هاي هي الشاحنه. طبعا اوه تفرج يا حبيبي على الفخامة من الخلف، يعني عن جد تصاميم كتير حلوة. شكرا كتير لك، وتفرج هاي الصورة عن جد عجبتني. تفرج يا حبيبي، تفرج هون شاحنة الإسكانيا مزبط لك اياها على مبدأ انه عم تلعب اونلاين مع اصحابك او طالعين تيم مع بعض، فان شاء الله بالايام بركي بيضيفونا الاونلاين، تطلع مع اصحابك تزبط هيك تيم وتاخذ نفس الحمولة. فعن جد الوضع كتير كتير بيعجبني انا هيك. بالنسبة للألوان، ألوان الإضاءة لو كانت تحط الألوان باللون الأصفر، الأصفر مع الأزرق بيطلع اللون كتير حلو صراحة. يعني الأحمر شيله انسى، حط لون أصفر
والإضاءة حطوا لونها أصفر، وحط اللون الشاحنة أزرق، بتطلع اللعبة كتير يعني بتطلع الشاحنة كتير حلوة. هدول تناسق الألوان بيطلعوا فخامة. بالنسبة لتصميم الصورة عن جد احترافية كتير كتير. شكرا كتير لك ويعطيك ألف عافية. مثل ما شايفين والله محمد مزبط وضعه، يا عيني عليك مزبط وضعه كتير كتير. طبعا هاي الشاحنة من شوي شفناها، ورجيناكم إياها من شوي. حلو تفرج، بس هون الدنيا عتمة، الدنيا ليل، مزبطة بهالشكل. فشكرا كتير لك. طبعا شوفوا الألوان هيك الإضاءة شلون أعطتك لون أزرق، عن جد صراحة كتير حلوة. شكرا كتير لك يا محمد، والله محمد اليوم سيطر على المقطع يا جماعة الخير. تفرج على الفولفو، الفولفو فخم فخم. بس لو كان الدنيا نهار عندك في اللعبة بتطلع كتير حلوة. طبعا السكين كتير حلو على ما أظن، الشاحنة لونها أسود ولا انا هيك شايف ما بعرف، بس اللون الاضاءة حيطلق لون اضاءة الازرق مدري ريشي مع الاسود، بتطلع كتير كتير فخمة. شكرا كتير لك صراحة، تصاميمكم كتير حلوة. شكرا كتير لكم. في عنا هون الاسم محمد، البلد الجزائر، شاحنة المان، بسكن من تصميمي لشركة نقل بضائع جزائرية فرنسية. هات لنشوف عنده هون مثل ما شايفين قدامكم، في عنده شاحنة المان القديمة. شاحنة المان القديمة صراحة كتير حلوة بالنسبة للتصاميم، بتصير عليها مثل ما شايفين مركب عليها هاي الحمولة تبعت الشمنتو أو الإسمنت. شكرا كتير لك على مشاركتك معنا، وعن جد تصميم كتير حلو بهذا الشكل. يمكن بيحطوا لك البلاستيك الأمامي أو الطابون أو الصدام الأمامي بيكون بالبلاستيك هيك بهذا اللون، ما بيكون إنه لون كامل من فوق من تحت. فشكرا كتير لك يا محمد، ويعطيك ألف عافية، وبننتظر كمان تصاميمكم الحلوة. طبعا مثل ما شفتوا هون في عنا كمان شخص بعت لنا صورة بس ما كتب اسمه. مثل ما شايفين معنا شاحنة الفولفو حطت عليها صهريج، بالنسبة لهون ما حطت أغطية تبعت بغطي الخزانات. الشاحنة مو مبينة بالكامل، بس صورة كتير حلوة انك هيك تصفف بمكان جنب الصهريج تاني. مثل ما شايفين بالنسبة للإضاءة حاطط إضاءة من الأعلى فقط باللون الأبيض، كتير حلو صراحة. شكرا كتير لك، ويعطيك ألف عافية على هذا التصميم الحلو والمزوق. وهون يا جماعة الخير هلأ منشوف كمان في عنا محمد من الأردن، تحياتنا لك يا غالي. شوفوا السيارات اللي عنده، ما أفخمه، نتفرج على الأكتروس ما أفخمه، عن جد تصميم كتير حلو بالنسبة للصورة. عندك هون شيل حمولة، شو هي حمولة التراكس يمكن، هاد حلوة. بالنسبة للجنوطة عجبوني كتير، هيك حط لك الشفة تبعت الدولاب باللون الأبيض، والألوان كتير حلوة صراحة. شكرا كتير لك. في عنا السكانيا كمان، مظبط السكانيا هون، حطت الجنوطة باللون الأسود مع البراغي حطتهم باللون الأصفر، كمان تصميم كتير حلو. شكرا كتير لك يا غالي، يعطيك ألف عافية يا محمد، وشكرا كتير لك. طبعا الشخص تبع الفولفو اللي ورجيناكم إياها من شوي حطت اسمه هون يامن من الأردن كمان، تحياتنا لك. وهون في عنا محمد من الأردن، تحياتنا لأهل الأردن والله، الله يسعدكم. حمودي يا حمودي بعتنا هون صورة، هات لنشوف شو هي الصورة. مثل ما شايفين قدامكم شاحنة المان حيطت جنبها هيك التراكس، اخذ معه حمولة شو اسمها هي تبعت الرمل، فتصميمها كتير حلو، انا عجبني صراحة. شكرا كتير لك، ويعطيك الف الف عافية على هذا التصميم الحلو. طبعا ان شاء الله يكون عجبكم المقطع وما قصر معكم. اكتبوا لي رايكم في التعليقات في الشاحنات، عجبوكم ولا لا، واي شاحنه عجبتكم من بين الشاحنات المكتوب الموجوده عندنا. طبعا ان شاء الله رح نعمل مقطع تاني او نعمل جزء تاني على هي السلسله، واذا حبيتوها رح نداوم فيها على طول، نعمل هيك سلسله طويله يعني، ما رح نقصر معكم. بس اهم شيء تابعوني على الحسابات الموجوده بصندوق الوصف، ولا تنسوا الديسكورد. الديسكورد يا جماعه الخير بامكانكم تبعتوا مقطع قصير، مقطع يكون مثلا مدته من 20 ل 30 ثانيه بالكثير يمكن. اهم شيء حاول انك ما تحط فيه مثل موسيقى وكذا مشان حقوق الطبع والنشر. والله يا جماعه الخير بتمنى منكم تحطوا لنا لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس حتوصلكم كل جديد، وبترككم بامان الله وسلام.